السلام عليكم ابو ماهر. السلام ورحمه الله. شكو ماكو؟ الحمد لله. احواله شو ما تبين؟ انا موجود على الساحه بس انت غايب عن المنطقه. فالسؤال اللي ذا بها مجال يعني. شنو رايك بالحياه بصوره عامه؟ والله الحياه الله خلقنا بيها نعيشها مثل ما ندريه. ممكن نعيش حياة سعيدة، ممكن نعيش حياة تعيش حسب ظرف الإنسان وما يريده هو البشر. يقدر يحولها إلى حياة طيبة، يقدر يحولها إلى حياة مو طيبة. مفهومك للعمل شنو يعني؟ يعني العمل بصورة عامة شو؟ جوهر الإنسان العمل، والإنسان بلا عمل يعني حياته، أعتقد برأيي الخاص حياته يعني مو طيبة. يعني تعيشة لأنه الإنسان بالعمل ميت فشي. لو عندك هسه عصا سحرية أو يد سحرية ويعطوك العالم تحكمه لمدة شهرين، تقدر بهاي الشهرين كل شي تسوي، شو تسوي؟ أقيم العدل، أحاول أقيم العدل، لأنه العدل أساس الحياة السعيدة. إذا أنت أخذت حقوقك والناس أخذت حقوقها مثلك، الإنسان يعيش بأمان وبراحة ويعيش بكرامة كرامة، ويعيش يعني عيش الحياة فعلا، عيش طعم الحياة الحقيقي. تساعد الفقراء والمحتاجين؟ لا، هم هذول مادة الإنسان، يعني هم هذول مادة الإنسانية، مادة الإنسانية للفقير. لأنه تيمنا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخير ما يحب نفسه ويكره ما يكره له. فإذا أنت فقير وتحب الناس تساعدك، إذا أنت لازم تساعدهم. لو هسه مثل في هذه اللحظة ممكن أنه العالم كله يسمعك في هذه اللحظة، شو تريد تقول للعالم كله بصورة عامة؟ أقول للعالم الإنسان يجب أن يداري أخوه الإنسان مهما يكون. الإنسان أول شيء الإنسانية، قبل الدين وقبل المذهب وقبل كل شيء. إحنا مشترك، إحنا عندنا اشتراك، يعني العالم مشترك في كلمة اسمها الإنسانية. خلق من أب واحد ومن أم واحدة. فالمحبة والسلام إذا صار بين الناس، الحياة أصبحت سعيدة، والإنسان يشعر بطعم الحياة الحقيقية. مثل أو كلمة أو مقالة أو أي شيء تفضلها على قلبك، شنو تؤمن بيها بصورة عامة؟ الحكمة ضالة المؤمن، الحكمة ضالة المؤمن. الإنسان يعني الحكمة هي أيضا من يعني من الأمور اللي الإنسان يسعد فيها بحياته، لأنه هي يعني لها دلائل أخرى للعدل، لها دلائل للحياة، لها دلائل يعني حياة زينة. هو ما شاء الله. أمنيتك بالحياة شنو؟ أن الناس كلها تعيش بأمان، وأن الناس كلها تعيش ما نقول متساوية، لكن نعيش عيشة بسيطة سعيدة، ملها الفرح، ملها التعاون، المحبة، الشعور بالإنسانية الحقيقية. يعني لأنه أنا أكره كل إنسان بسيط، أكره التكبر وأكره يعني التعالي والتجبر. يعني الإنسان يعيش مثل ما يريد، يتمنى لأخو الإنسان يعيش نفس العيشة، حتى الحياة تصير متكافية ومتكافلة، والجميع يعيشون بحياة طيبة سعيدة. إلى أن الله سبحانه وتعالى يعني الفترة المحددة للإنسان، يعني على الإنسان أن يعيش براحة ويعيش بسلام ومحبة ويا الناس. اللؤم والأنانية ترفع من قلب الإنسان، الحياة تصبح سعيدة، وغيرك أيضا يسعد بنفسه. شكرا أبو ماهر، نتمنى لك كل التوفيق. كل لك استار، ونتمنى الناس كلها تفكر يعني بتعيش بسلام ويا العالم. Thank you very much sir. Thank you. أمشي التلفزيون طبعا.